الحلقات نقطة من تونس مش خايبة، نحاولوا نكملوا هكا بنفس العزيمة بنفس الأداء وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله. وقت تعرف كما كنت نقول ما في الكلاسمون مانيش مرتاحين معناها في الكلاسمون وفي لي بوان، دونك ديما باش نقعدوا ماخذين حذرنا ونحاولوا ما نخسروش، نتبعوا الماتش للاخر. واليوم كان دزينا شويه قدام كنا نجموا نقدموهم، الله غالب هذيك الكوره، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله.